ان انا عندي 5 اولاد صغيرين، بخاف من الحسد، يعني حته الحسد ان ما حد يعرف ان 5 اولاد وكده وصبيان والكلام ده. فبقيت عندي حاله ان انا كل مثلا ما اجي ابقى معديه بحد من قدام جار او حاجه ابقى خايفه يعني. وفي نفس الوقت جوزي برضو عنده مشكله ان هو يعني خايف يموت مثلا، كان تعب قبل كده فخايف يموت يتحكموا مثلا في اولاده حد تاني او كده، يعني خلان اولاده او كده يعني. فمش عارفه اعالج الحاجات دي ازاي صراحه. حاضر، هترد عليكي حالا. وده من ضمن السؤال اللي كنا بنتكلم فيه في الاول برضو بتاع اطلاق الخوف. بس هاخد بالظبط ان انا اخاف من شعور، ازاي اطلق له العنان بالزبط عشان يخرج دلوقتي؟ خوف من الحسد، خوف من الموت، خوف من اي حاجه. اللي اداك النعمه قادر يحافظ لك عليها. نعم، خلاص بالله. فمعنى ان هو اداني هذه النعمه فانا استحقها وليها دور في حياتي، وبالتالي الشكر على النعمه مش ان انا اخاف عليها وداريها واخاف انها تمشي. فده ظني بربنا على فكره. تاني هنرجع للظن، يبقى هذا ظن، ظن السوء عليهم دائره السوء. نعم صح صح. طيب انا ظنيت بربنا ان العيال بيبصوا لهم ويتحسدوا، اصل هو خايف لا يموت لحد يحصل له ايه، يبقى انا ظنيت بالله على فكره. لان اللي في ايده حمايه الاطفال مين؟ هو ربنا. الله، الله خير حافظ وهو ارحم الراحمين. الحسد لازم يقابله على طول فعل اذى، مش زي العين، العين نافذه في ساعتها، لكن الحسد لازم يبقى يقابله على طول فعل اذى، زي بالظبط ما اخوات سيدنا يوسف حسدوا فرموه في الجب. يقين سيدنا يعقوب بالله، قال فالله خير حافظ وهو ارحم الراحمين، اللي حمى يوسف من اذى الحسد. يبقى طول ما انا عندي يقين وحسن ظن بالله انه هيحميلي النعمه، لان هو اللي مديهالي. صحيح، هو الكريم الوهاب اللي وهبني هذه النعمه ونعمه بالله. خلاص يبقى هو اللي هيحافظني عليها، هو الحافظ الحفيظ. طب هل انا لما بخاف من حاجه، معلش انا اسفه مش عايزه اقاطعك، بس انا بخاف من حاجه يعني خاف من الحسد فتحسد؟ طبعا. خاف من العين فتاخديها على طول. يبقى اللي هو بالمثل الشعبي زي ما بيقولوا كده، ايه اللي يخاف من العفريت يطلع له. يعني عايزه اقول بستخدم الطاقه دي. مش بتستخدميها، ده ظنك بالله خدتيه، مش بقول لك ظن السوء دائر عليهم دائره السوء. ما انا ظنيت بالله السوء. كنت قريت تفسير في الجزئيه دي ان انا كاني باخد الطاقه دي، انا كاني بالزبط. مثلا اقول هعيا فعيا زي ما الرسول عليه الصلاه والسلام لما راح لحد وقال له، قال له ان شاء الله هتبقى كويس، قال له لا دي حمى وهتفور، قال له لك ما قلت. صحيح، وحصل وحصل. يبقى في الاخر انتوا خايفين من حاجه هتحصل. نعم. طب انا اطلق العنان تاني، هاطلق العنان للمشاعر انها تخرج. خلاص، انا خفت ما على الولاد او خفت على عمري او خفت على اي حاجه، فهعمل تنفس عميق. خلاص. وكلمه الله، الله في الزفير، كلمة الله بتكسر كل ذبذبة وتردد منخفض جواك، فتخرجها.